حق تقديم. ماذا احدث عن عنابه سفيان؟ ماشي عبد العزيز، عبد العزيز وحده باش نتفاهموا. اي من بعد نهضروا على عبد العزيز. هذا السيد ولي ولايه عنابه يدين على القميص. ولي ولاية عنابة هو اللي لم يلزم في الاستشار، وأنا يعني لمن الفريق هذا تيليتون. الحمد لله يعني نقدر نقول لك 4 ملايين ونص. نعم هي ماهيش دراهم كافية باش تطلع الفريق، ولكن هذه يعني المرحلة الأولى، ونحن كما قلنا لازمنا يعني حتى 22-23 مليار باه نطلعوا ليفيزيون 2. من الحمد لله يعني على الأقل 3 شهور تاع لي جوار نقدر نخلصوهم، نقدر نعديو المرحلة هذه. الفريق راه يدير في أدوار أساسية على مستوى البطولة، وراه محتل المرتبة الأولى، ولازم كل الناس الإدارة يعني الولايه والسلطات المحليه وكذلك الحمد لله استجابوا المستثمرين والصناعيين لهذا النداء. واليوم الحمد لله كثير من الناس اللي كانوا غايبين وكاينين راهم في الخارج والاخر يعتذروا، ولكنهم التزموا باه يزيدوا يعطوا الاعانات تاعهم لهذا الفريق اللي يستاهل كل المساعده.